المرحلة الأولى صناعة أو تحضير الأسمدة العضوية، مرحلة جرش المخلفات الزراعية، الجرشة تعنى بجرش ساعات النخيل. بعد مرحلة الجرش هي مرحلة الترطيب إلى أن تصل رطوبة الحدود 60 إلى 70%. بعد عملية الجرش المخلفات وعملية الترطيب عمل مصبوغة على الشعبية وإضافة المدعمات من سمال الدواجن ومحلول التربة وسماد اليوريا وتقليلها بالمخلف. طبعا هذه النسب تعتمد على نوع المادة الأولية المستخدمة بالسماد العضوي. نستخدم من المادة الأولية هو سعف النخيل، فيتم إضافة 100 كيلوغرام من سماد الدواجن و10 كيلوغرام سوبر فوسفات و20 كيلوغرام يوريا. تضاف هذه الكميات على دفعات، بداية التفاعل نضيف نصف كمية السماد الدواجن و10 كيلوغرام سوبر فوسفات يعني كل الكمية و10 كيلوغرام يوريا. المتبقي من اليوريا تضاف على ثلاث دفعات في التقليبة الأولى والثانية والثالثة. في التقليبة الرابعة نضيف الجبس أو الكالسيوم لمعادلة الحموضة. عملية التقليب تجري كل أسبوع. الرش حسب الحاجة أن يكون جائرا بحيث تغسل المادة العضوية يوميا أو يعني كل يومين. عدد التقليبات من 8 إلى 10 تقليبات تقريبا يعني أصبح الوسط جاهز أو السماد جاهز. بعد عملية الجرش والترطيب والتقليب أو التخمير هي المرحلة النهائية، هي مرحلة التنعيم. إذا يستخدم للنباتات الخضر والنباتات السليمة هي الحدائق أفضل أن ننعم المنتج. وإذا كنت تستخدم لأشجار الفاكهة بدون تنعيم، التنعيم لغرض فترة عمر النبات فترة قصيرة حتى يستغل ما عنده نبات أو أقصى استغلال مثل ما يقول هو ينعم. الشجرة لا تختلف، تحتاج تنعيم لأن فترة حياتها أطول تكون. مرحلة التكييس هاي تعتبر المرحلة، وبعدها تجي مرحلة التسويق.